أنتجت هذه الأعمال الفنية نزلاء دائرة إصلاح الأحداث الذين لم تنفع جميع محاولاتنا للحصول على الموافقة للتحدث إلى أي منهم، فكما هي العادة تحظر التعليمات إجراء اللقاءات الصحفية معهم دون ذكر الأسباب. باحثون اجتماعيون يؤكدون أن الأحداث هم ضحايا المجتمع المحيط بهم، وأبرز أسباب انحرافهم وتشردهم هو العنف والتفكك الأسري. مشاكل تحدث بين الأب والأم، عم الأب ما يريدهم والأم ما تريدهم، وعندنا حالات موجودة. أي هو العنف الأسري، يعني يدخل بالتفكك الأسري. حدث هو ضحية لظروف مجتمعية تحيط به فتؤدي إلى انحرافه. دون الإصلاحية تعمل على تأهيل هذا الحدث لإعادة دمجه بالمجتمع، فنأهلهم لدورات للخياطة وللحاسوب وللحلاقة. أكثر من 1000 حدث يتوزعون على دور الإصلاح في بغداد والموصل، والتي تعمل على تأهيلهم حتى سن 18 للذكور والثانية 22 للإناث، ليخرجوا في مواجهة الحياة من دون فرص عمل مضمونة. يستقبل الحدث عن طريق شرطة الأحداث بعد إلقاء القبض عليه، ثم يأتي إلى قسم دار ملاحظة كموقوف، ومن ثم يقدم إلى محاكم الأحداث إذا أفرج عنه أو إذا أحكم عليه. إذا دخل المدرسة الإصلاحية يقدم له برامج على النوعين، برامج سلوكية عبارة عن محاضرات دينية، محاضرات اجتماعية، محاضرات نفسية لغرض تغيير الاتجاه الذي كان به، والبرنامج الثاني هو البرنامج التأهيلي الذي يقدم له مهنة يستفاد منها بعد إطلاق السراح. الحد المقرر للحدث المستفيد بقاء للدار 18 سنة، بعد 18 سنة يخير اما يبقى او يطلع، وجاي نحاول ويا وزاره العمل عن طريق مكاتب التشغيل ان يوجدوا لهم فرص عمل. حاليا عندنا 2-3 لحد الان ماكو فرص عمل. وبحسب باحثين اجتماعيين فان بعض المفرج عنهم من دور الاحداث لا يلبث ان يعود اليها طوعيا بسبب عدم قدرته على الاندماج مع اسرته التي تركها اصلا، فيما يقول اخرون ان ظروف التهجير والطائفيه كانت عائقا امام الفرق التابعه للدور في متابعه اندماج الاحداث مع اسرهم. حسين اسد، السومريه.